لا يمكن أن نرشح أكثر من 50%. يعني هذا قرارنا اللي هو قرار الإخوان المسلمين قبل أن يؤسس حزب الحرية والعدالة، وإحنا ملتزمين به أن نرشح أقل من 50%. عملت في التدريس وعملت في الصناعة وعملت مستشار للمؤسسة ناسا الأمريكية في إطار محركات سفن الفضاء في مرحلة طويلة. فهم خطأ ربما، وأنا لم أقل ولم أكتب أن أنا كنت بعمل في وكالة ناسا الأمريكية. لا يكف الإخوان عن ممارسة الكذب منذ نشأة التنظيم قبل 91 عاما، وحتى وقتنا هذا بدأت رحلة الكذب مع مؤسسها الأول حسن البنا، وانتهت مع مرشدها الحالي محمد بديع، مرورا بقيادات الجماعة التي لم تكف يوما عن ممارسة الكذب والتدليس حتى باتت سلعة رائجة عند التنظيم، وتحول من مجرد كذب تمارسه الجماعة في أوقات ما إلى صناعة احترفت في إنتاجها. الجماعات الإسلامية دي أخطر ما عشان نبقى عارفينها، يعني أخطر ما فيها المفاهيم اللي بيحطوها في عقل الأولاد أولادنا، وعشان الأحزاب اللي بتساعد دول يشوفوا أو اللي بيحاولوا يتقربوا لهم يشوفوا أي جريمة بترتكب في حق أجيالنا ومصر. لا تذكر الجماعة إلا ويذكر وصفها ووصف المنضمين إليها كاذبون. انكشف وجهها المختبئ بعد عام 2011 لأنه كان وجها مخفيا، فقد كان أكثر وضوحا للمواطنين الذين فوجئوا بتسلل الجماعة لمواقع السلطة ثم قفزها النهائي على رأس السلطة. تحدثي عن الناس بيقول لك احنا مش عايزين نحكم. فائز بمنصب رئيس جمهورية مصر العربية هو السيد الدكتور محمد مرسي عيسى العيار. فما أن صعدت حتى سقطت مرة ثانية وانكشف القناع. تمارس الجماعة دورها مرة ثانية ولم تتخلى عن الكذب طريقا لفرض إرادتها على الناس، وهنا ضحايا التنظيم غالبا من البسطاء ممن لم يدركوا حقيقة التنظيم بعد، ولذلك استخدموا حربا إلكترونية للوصول إلى هذه العقول، ومن ثم إعادة إنتاج نفسها مرة ثانية عبر الوسطاء الذين يمثلون ضحايا التنظيم، تناقضات عديدة يمارسها أعلامي الجماعة الإرهابية. فأعلام الإخوان بدأ منذ منتصف شهر سبتمبر الماضي في إطلاق مجموعة من الأكاذيب، برصدها تبين أنه يطلق 12 كذبة في اليوم الواحد، أكاذيب من بينها أن هناك مظاهرات كبرى في مصر وعدم استقرار الأوضاع داخل مصر، انتقالا إلى المقاول محمد علي الذي صنع منه الإخوان مناضلا رغم أنه لا يستحق ذلك على كل المستويات، فضلا عن تاريخه الذي لا يخفى على أحد. وهنا يحاول الإخوان ركوب الموجة واستغلاله لتحقيق أهدافهم في نشر الفوضى للعودة للمشهد من جديد ولو على جثة الوطن. إسراء سعد، آخر النهار. دي النقطة اللي أنا عاوزك تعمل عليها هايلايت لو سمحت، انه في مارس 2019 هيعدي ال 150 جنيه. هيعدي ايه يا معلم؟ ال 150 جنيه. وبيقول ان في ديسمبر 2019 هيعدي ال 250 جنيه، واللي معاه ذهب يغيره دولار حسب الحد المناسب له، والاحتفاظ بالذهب بكميات كبيره.